هذا المستحضر مكون من شموع وأعشاب نباتية، طبعاً تتصفى وتنخلط وكمان كلياتها بعدين تتعقم كويس على الغاز، وبعدها نعبيهم في علب والزباين يستعملون. هذا أكثر شيء هو للبشرة اللي فيها بقع. هذا اللي معه أكزيما كمان نستعمله هو، طبعا بالإضافة لكريم كمان نعمله جنبه مشان يساعد على الشفاء الأكزيما بشكل أسرع وأكبر. ونفس الشيء هذا كتير أنا عطيتوه لأطفال عندن حالة تصماط فاستعملوه واستفادوا منه، ونشكر الله جابوا نتائج حلوة. وهذا عندي الكريم كمان يا حبيبي، هذا الكريم هو للإيدين وللأرجل للتشققات، في كتير تشققات تصير بالأرجل بالقدم. هذا جد جد استعماله تاني استعمال وبإذن الله يتعافى ويصيروا كتير كويس. هذا كمان مي سائل، هو هذا السائل للحبوب لشد البشرة بشان التجاعيد يخفف عليها، فهذا هو كمان هو مجرد سائل مفعوله كمان كويس وقوي. يشتغل الحف، فكمان مو يعيف الزبون يتوجع ويشد البشرة ويوقف الشعرة مشان رأسا بالخيط تتاخد وتحصل على بشرة نضرة نظيفة حلوة. أنا بحب هالمهنة هيك بالفطرة من دون تدريب من دون دورات، هيك من الله شغلة من الله هاي، يعني أنه عندي اطلاع هيك أنه صار لي خبرة لحالي بلشت وأشتغل بهالشغلات هذولي، والحمد لله كل إنسان أنا اشتغلت له شاف نتيجة. إن كان دواء للحب أو للأكزيما للفطور تبع الأرجل الإيدين، والحمد لله يعني اللي أنا عم بعالجه عم بيشوف نتيجة كويسة صدقي ويشفوا فين من فضل الله. أنا بلشته من شيء تقريبا أقولكي 20 سنة، إلي رغبة بهالشيء أحب، ورغم هيك أعمل تجارب، يعني طبعا التجارب أعملها على حالي على شخص يكون قريب علي حتى أعرف إنه هالدواء يستفاد منه الإنسان ولا مو يستفاد. بس الحمد لله يعني حتى الزباين اللي عم يجوا وأشتغلن كمان عم بيشوفوا نتائج حلوة وكويسة مني، والدواء اللي عمله كله بالأعشاب شموع طبيعية مشكل الأعشاب المرة إيش ما بدكي عشبة إلى مكاناتها وشغلة بالعلاج. أولا صعوبة ما في الحمد لله، وثانيا المستحضرات مليانة وموجودة الحمد لله لهلا ما انقطعنا، بس ارتفاع الأسعار هذا الشيء عادي يعني تعلمنا عليه. والمواد اللي اشتغل فيها كلياتها بدها تخمير وبدها تعقيم بدها تصفايات كتيرة، يعني مو مرة واحدة المرحلة، عدة مراحل أنا أمصي بهالمواد حتى يصير المنتج عندي صافي. شوفي حبيبي أنا أقولك التجربة هي أكبر برهانية، التجربة هي شطارة الإنسان، فكل ما أنا أشتغل شيء عم يصير أفضل معي للوقت اللي يجي أكتر. وكمان الحمد لله يعني ما شفت صعوبة أنا أنه بدي أعمل هالدواء وماني خايفة، يعني أعمل والحمد لله أنا ألي ثقة أنه هالشي اللي بدي أعمله هالدواء هذا يجيب نتيجته يعني، والحمد لله يعني لهلأ أنا ما اشتغلت لا أحدا وما جاب نتيجة معه، الكل يعني يطلعوا مبسوطين وفرحانين وشغل نظيف، وحتى عم بيروحوا على الدكاترة كمان أماني ياخدوا ريتان بالصدق، في كتير رجعوا لعندي وعملتوا لهم الدواء إن كان لحبوب البشرة إن كان حبوب بالجسم، هدول كلياتها يروحوا ونخلص منها. الدواء اللي فيه أعشاب يبقى مفعوله شوي أقل أبطأ، مو مثل الدواء اللي فيه كيمياوي وجديد، يعني مثل ما هلا انت قلتي انه كل شيء تطور هيك، ايه انا معك بهالهذا. يمكن علبة كريم تجيبيها من الصيدلية مفعولة اسرع اقوى، بس مو بعد فترة كمان يرجع، بس بالقليلة لما يكون الاعشاب وهالتحضيرات اللي تصير فيه يساعد الانسان ان شاء الله يروح ومو يرجع عليه، يعني يشوف نتيجة.
شغلة قناعة واستفادة. لو مو يستفادوا ما حدا يرضى ينضحك عليهم، صح ولا لا؟ فكل شيء لما أنا أروح لعند إنسان وأعرف استفدته وخفيته وتعالجته ما راح يقول لا، والحمد لله عم يمشي الوضع كويس. أنا إلى هلأ أتوقع يعني السعر اللي أعمله هو أفضل سعر يعني وأرخص بكتير، رغم تكلفته كمان تكون غالية، بس صدقي أنا أعمل أدوية ما عم باخذ المبلغ الكتير من الزباين. حسب هالمرة في عندك علاج، تتيجي وحدة لتنظيف بشرة، تنعمل لها تنظيف بشرة بالأعشاب، ننظف لها وجهها، نمسح لها، اعمل لها ماسكات لوجهها، عرفتي؟ يعني اولا انا لما اشتغل اعمل تنظيف البشرة على البخار اعمله ب 30 35، عرفتي ابوي؟ اول جلسة مع طبعا تنظيف البشرة تقعد بعد ما اعمل لها البخار، اقعدها على الكرسي، اعمل لها الكريم، احطه على وجهها، اضبط لها يعني تقريبا اعمل شكل مساج مشان البشرة يصير عندها دلك، وكمان احط الماسك يجيب لها نتيجة وتطلع من هون مرتاحة. يعني مجرد احيانا مسحة وحدة امسحها للزبونة تطلع هيك فرحانة على حالها، تقول ايش حطيتي لنا. بناتي يسألوني بالتليفون ايش نعمل ماما لفلان شي، ولادي مني هوني ايه، فاخبرن يعملوا، ولما يعملوا الحمد لله. يعني احيانا في شغلات تصير اختي تحكي معي، اخوي يحكي، يقولوا لي ايش نعمل لفلان شغله، في فلان حالي فلان حالي، اقول هيك، يقولوا له خلي يعمل، معلش يا ابوي. يعني كمان مو شرط انه انا بس بدي ارقد ورا المصاري، عرفتي؟ في شغلات صدقي اعملها اذا تكلفني يمكن 15 20 الف موخذ 5000 من الزبون، اطلع على وضعه واسايره خطيه. يعني ان شاء الله لما نغدر ما راح نقصر بقوة الله، وراح نعمل دائما. الإنسان هو عنده طموح يعمل الأفضل والأحسن، عرفتي أبوي؟ وإن شاء الله نغدر نعمل كل شيء كويس.